كنت من نوع هاد 2024 يعني تدخل علينا بالصحة والعافية على الشعب المغربي كله. تنتمنى أنه تشكل يعني واحد الإضافة لذاكشي المكتسبات اللي تحققت في 2023 ولا سيما في مجموعة القضايا المصيرية ديال البلاد. وكنتمنى كذلك ان يعني تضاف الانجازات الرياضيه كذلك يعني بتحقيق اللقب الثاني للمغرب في كاس افريقيا ثم النجاحات الباهره المختلفه الانديه كذلك على مستوى يعني الاجندات الافريقيه بالدرجه الاولى في كره القدم وباقي الرياضات. نتمنى ايضا الله سبحانه وتعالى يرحمنا بالشتاء على اساس انه باش الموسم الفلاحي يكون الى حد ما يعني بالشكل اللي بغيناه كذا وهذا. ثم كنتمنى ان المشاريع يعني المشاريع الكبرى تحقق بالاضافه الى مشاريع اخرى جايه في الطريق او باش ان هذه الحكومه حتى هي تفكر في هذا تفكر يعني في عدد من 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 الانجازات والمشاريع من خلال تنفيذ الامثل المختلف ما ورد في القانون المالي ديال 2024. اللهم يا ربي يدخل علينا هذه السنه سعيده ان شاء الله بطولة العمر ان شاء الله والنصر لفلسطين ان شاء الله يا ربي ويرحمنا ربي بالمطار يا رب العالمين وشكرا لكم. كنتمنى هو السنه الجديده ان شاء الله تدخل علينا بالصحه والسلامه كاملين جميع المغاربه وكذا على صاحب الجلاله الله يحفظه لنا ويطول له في العمر ان شاء الله باذن الله. وكنتمنى بزاف المتمنيات لكن الاولويات ديالها كنتمنى اول حاجه التلاميذ يرجعوا الاقسام ان شاء الله باذن الله. وكنتمنى بلادنا تزدهر وراء السياسه الحكيمه صاحب الجلاله كما سبق لي وقلت الله يحفظه لنا ويشافيه ان شاء الله باذن الله. كنتمنى بزاف الامور بزاف الامور بزاف الامور لكن كيف ما قلت الاولويات الا وهو ان شاء الله بغينا نشوفوا وليداتنا يرجعوا يقراوا ان شاء الله باذن الله وهذا هما المتمنيات. المهم تتمنى سنه سعيده للشعب المغربي والامه الاسلاميه واخا المهم على الجميع وان شاء الله ندخل عندنا بالصحه والسلامه ان شاء الله وان شاء الله نربحوا كاس ديال كاس افريقيا ان شاء الله. علاش لا كما فرحونا في 2023 ان شاء الله نفرحوا في 2024 شي كاس افريقيا ونتمنوا الصحه والسلامه لسيدنا ان شاء الله وطول العمر وان شاء الله المغرب يزيد لقدام. وكنتمنى ان يكون احسن بلد. كنتمنى ان زعما كلشي تقاد فيه ان شاء الله بحول الله ان شاء الله يكون كاس افريقيا من نصيب ديال المغاربه ان شاء الله. ونتمنى لي اي حاجه زوينه كنتمناها تكون في المغرب ان شاء الله. تنتمنى المغاربه سنه سعيده وكل عام وهم بخير والله يجعل الصحه والسلامه تدخل علينا هذه سنه 2024 بالصحه والسلامه سنه سعيده.